اهلا اهلا، اليوم عندنا رسمه انمي بنت كذا حلوه كيوت، فيلا نبدا بالتطبيق. اول شيء زي ما انتم دائما تعرفون انا احب احط خط اللي هو اساس قسمه الوجه بالنص، وبعدين احب ابدا بالتحديد الباقي. هنا حددت الفك على طول سيده، بديت بخط شبه مقوس من اليمين ومن اليسار، ويصير انزل على شكل مره خفيف من تحت اللي يصير كانه مثلث، لان دائما وجه الانمي تجي الفك مره صغير كذا وكيوت وحلو. طيب بعدها هنا حددت طرف الجبهة، وبعدها بديت حطيت مسافة الشعر وانه كيف بيكون نازل، يعني استسريحة الشعر والقصة اللي بعتمدها بالرسمة. فبديت اخطط يعني تخطيط بسيط بس عشان اعرف فيه اتجاهات الشعر. طبعا البنت بيكون شعرها قصير، فيب زي ما انتم شايفين سويته بطريقة مرة عادية، انه تخطيط بسيط. حددت بعدين الحلق او الرقبة حقتها، وكمان حددت ستايل الملابس اللي ابغاها. سويت لها قلاب او ما ادري ايش تسمونه، بس انه سويت لها زي اللبس من قدام، يعني يكون جاكيت مفتوح نوعا ما او ستايل مدرسه اللي يكون فيه قلاب. طيب بعدها حددت طرف الكتف، ما راح ادخل بتفاصيل الجسم، راح اعتمد انه شرح اليوم بس على الوجه. بعدها هنا جيت جديد حددت مكان العين، طيب، ومسحت الخط اللي تحت عشان يعني ما يطفشني لما ابدا ارسم. فيب حددت شفايفها، شوفوا كيف سويت الفم خطين بس في فتحة بين الخطين، طيب بحيث أبغى فمها شوي كذا فاتح، يعني يكون كأنه في تعبير إنها تتكلم. بعدها حطيت خط بسيط تحت الشفة، بعدين حددت الأنف، وهنا جيت للعيون. شوفوا العيون كيف سويتها، حطيت تقويسة زي دايما ما أنتوا عارفين العين اللي أشتغل فيها أحب أطبقها بالعين الثانية بحيث تكون نسبة التشابه مرة يعني متشابهة بشكل كبير. فخططت العين الأولى وكررت نفس الخطوة في العين الثانية. بديت هنا بتدويرة عدسة العين، طيب، وزي ما انتم عارفين احب انه ابدا بخطوط بسيطة لين ما اتأكد ان المقاسات تمام، بعدها ابدا ادخل بالتظليل. طيب هنا بنجي للجبهة، بغطيها بالشعر برضو، اول قبل حطيت مسافة الجبهة، الحين بغطيها بالكامل بالشعر. طيب فنفس التسريحة اللي اعتمدتها ببداية راح ابداها، دايما شعر الانمي يجي واضح التخطيط من فوق لتحت. طيب فاعتمدوا نفس الحركة اللي سويتها، احط خطوط وبعدين ابدا اقسم جزئيات الشعر. هنا شعرها أبغاه يكون مغطي على طريقة رقبتها شوية، فأبدأ أحدد كيف أبغى التسريحة بالضبط، عرفتوا؟ خلاص هنا حددت التخطيط، أبدأ الحين أتعمق بالتفاصيل. فجلست استخدمت هنا بس قلم واحد اللي هو كان 6B، طيب بدرجة غامقة عندي ومرة حبتها، يعني تنفع إنه أستخدمها يعني من غامق لفاتح، أقدر أتحكم فيها بنسبة مرة كبيرة. طيب هنا إيش؟ هنا جيت أشتغل على عدسة العين، فسويت قوس وبعدين حطيت دائرة العدسة حقة العين أو النقطة حقة بؤبؤ العين. وبعدها راح ابدا اظلل بشكل خفيف او استخدم اداه الدمج اللي هي المدعكه. اعتمدت على اللون نفسه اللي انا حطيت الدائره، لانه زي ما قلت لكم درجه غامقه، فلما اجي ادمج خلاص هي تكفي بدون ما احتاج احط شيء ثاني. طيب بعدها جلست اغمق الاطراف واغمق العدسه من فوق عشان تعطيني كذا انه في ايش يقولوا لها، يعني في درجه من غامق لفاتح، ضيعت اسم الكلمه بس يعني يكون كذا في زي ما ادري صراحه ايش كانت الكلمه اللي هو. بعدها اجي اشتغل على رموش، احب الرموش انها تيجي شبه طبيعيه شبه واقعيه، عرفتوا؟ احب الرموش بالانمي تيجي بهذا الشكل. فرسمت رموش من فوق، وبعدها راح اشتغل على الرموش السفليه. طيب هنا حددت العين من تحت، وبعدها راح ارجع ادمجها بشكل خفيف عشان تعطيني كذا انه سموثي كذا طبقه العين من تحت، انه فيها دمج خفيف مره، تمام. هنا حددت الانف لانه برضو ابغى الانف يكون فيه تاثير، يعني ظل وما ظل وكذا، لانه الظل مره يعطي كذا انعكاس بالانمي مره حلو بشكل مو طبيعي. الشفايف نفس الفكرة، المدعكة بجنبي في المكان اللي يحتاج فيه ظل أبدأ أتعمق فيه وأحط له ظل. زي ما أنتوا شايفين شوفوا كيف تأثير الرسمة تغير معانا لما بس بدينا نستخدم شيء بسيط. طيب هنا شعر الإنمي، شعر الإنمي يجنن مرة، يجنن وفكرته سهلة. شوفوا كيف جالسة أسوي، أخطط من تحت لفوق وأسيب اللي في النص. طيب شوفوا معي هنا برضو، أرفع خصل على فوق وبعدين أرجع من فوق أنزل خصل على تحت، واسيب الجزئية اللي في النص بدون ما احط فيها شيء، بحيث انها تعطيني اضاءة طبيعية بدون ما استخدم مساحة، بدون ما استخدم ادوات انه تعطي اضاءة ولا اي شيء، بس اعتمد على القلم هذا انه اخطط من تحت. اهم شيء نعرف اتجاهات الشعر، اخطط من تحت واخطط من فوق واسيب الجزئية اللي في النص. زي ما انتم شايفين شوفوا كيف اللمعة طلعت مرة طبيعية وحلوة. هنا بديت سويت الحواجب لانه نسيت اول اني ما سويتها، فسويت الحواجب بحيث انه خصلات الشعر تجي ناعمه كذا خفيفه على الحواجب، وكملت طريقه تضليل الشعر. طبقوا وارسلوا لي بالانستغرام بحيث انه اشوف نتائجكم، واذا حابين اقيمها لكم واقول لكم فين الاخطاء. حسابي بالانستغرام 20 ABX، وتيك توك 20 ABX شرطه على تحت. ف
فيب اللي ما تابعني يجي تابعني هناك. طيب هنا جلست اشتغل على جزئية الشعر اللي فوق. طيب بعد ما خلص خلاص جزئية الغرة او القصة اللي على قدام راح ابدأ بالشعر الباقي. طيب هنا بحدد بثقل التحديد وبعدها ببدأ اظلل بشكل مرة خفيف، عرفتوا؟ يعني تظليل كامل، وبعد ما ظل التظليل كامل ابدأ اشتغل على الخصلات. هنا رجعت احدد الفك، طيب بحيث انه يديني انه واضح معاي الفك يجي حاد. طيب ودائما التحديد صراحة بالانمي لما يكون اثقل مرة يطلع شيء حلو مرة. طيب زي ما انتم شايفين هنا بدأت اظلل تظليل كامل، طيب بنفس الدرجة ما حاولت اغمقها ولا افتحها، وبعدها شوفوا كيف جالسة اشتغل على الاطراف، عرفتوا؟ عشان تيجي الشعرة كأنها فعليا يعني شعرة، تطلع مرة حلوة يعني ما تطلع بس تظليل. طيب هنا يحتاج انه ابرر القلم، لانه دائما برسم الشعر احب انه يكون القلم مبري، وزي ما انتم شفتوا كنت بحوس الرسمة بس كويس سيطرت على الوضع. وبعدها جلست اشتغل على بشكل خفيف مرة، جلست اشتغل على تفاصيل الشعر، يعني حتى ما اخذت مني الرسمة فعليا 15 دقيقة بمعنى الكلمة 15 دقيقة. الرسمة مرة كانت بسيطة وسهلة، وحاولت ابين لكم الخطوات قد ما اقدر، انه ما اسرع الفيديو مرة ولا ابطئ مرة، بحيث انكم تشوفونها بطريقة حلوة وتناسبكم. طيب هنا جيت للشعرات من تحت، حاولت انه اسوي شعرات خفيفة بحيث انها تطلع كذا شكل طبيعي، عرفتوا؟ ما تطلع انها مقيد الرسمة، يعني تحديدها مو بسيط وواضح. طيب الجزئية الثانية برضو نفس الفكرة، كنت حطت لها إذن بس بعدين قررت أخلي الشعر مغطي على الإذن، حسيته أحلى، أعجبني الجنب الثاني، فاعتمدت نفس الطريقة. هنا ضللت نفس الطريقة الأولى، شوفوا كيف ضللت تظليل كامل، وبعدها أبدأ أشتغل على الخصلات. أشتغل من فوق من بمبة الشعر من فوق، وأشتغل من تحت على أطراف الشعر، بحيث إنه بس أسوي لها تخطيط خفيف وتطلع لي الرسمة مرة حلوة. ليش أضللها أول؟ عشان يعطيني إنه في طبقة خلفية للشعر، عرفتوا؟ لو إنه بس بعتمد أسوي خصلات الشعر أول بدون طبقة أولى بيعطيني إن الشعر فيه فراغات، عرفتوا؟ بس لما أسوي الطريقة هذه يعطيني إن فيه شعر حقيقي، يعني كأنه طبقات شعر ورا بعض، فهمتوا علي؟ شوفوا كيف الرسمة طلعت، صراحة أنا مرة عجبتني. طبعًا الرسمة ابتكرتها من بالي، فمرة عجبتني صراحة، عيونها طريقة شعرها كله على بعض عجبني. اكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات اذا عجبتكم ولا لا، وكمان اكتبوا لي ايش حابين تكون الرسمه الجايه، نكمل بنات انمي ولا نخليه اولاد. طيب هنا جيت الحلقه ضللت لانه ابغى يكون في غامق شوي، وجلست اشتغل على قلاب البلوزه حقتها. طيب وبكذا نكون خلصنا رسمتنا الحلوه، استنى تعليقاتكم تحت بالتعليقات، ولا تنسون تسوي لي لايك واشتراك، وشكرا للمتابعه. سيو، اشوفكم برسمه جايه.